معلومة عن رفض بري استقبال جنبلاط والأخير يرد، فهل يؤدي الملف الرئاسي إلى انتهاء التوافق السياسي بين الحليفين؟ لفتت صحيفة الأخبار إلى أن لجوء الفريق الداعم لترشيح الوزير السابق جهاد أزعور ولا سيما الزعيم الدرزي وليد جنبلاط إلى طرح أفكار ومبادرات لتخفيف التوتر السياسي الذي بات يأخذ أبعاداً حادة دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى رفض استقبال النائب تيمور جنبلاط مفاداً من والده، فيما رفض حزب الله الحديث بالواسطة طالما أن المواقف باتت واضحة وفق الصحيفة. هذا الأمر نفاه التقدمي الاشتراكي جملة وتفصيلا، حيث قال في بيان أصدره تعقيبا على ما أوردته إحدى الصحف: فإننا نؤكد أن لا صح أبدا لما ذكرته الصحيفة عن رفض رئيس المجلس النيابي نبيه بري تحديد موعد لرئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، مشددة على أن العلاقة التاريخية مع بري وثيقة ومستمرة على قاعدة الوضوح والاحترام، إلا أن الثنائي رفض التقاطها وأخطر حامليها بأن الجلسة قائمة في موعدها وأنهم وحلفائهم سيصوتون لفرنجي وأن تعاملهم مع الدورة الثانية محكوم بسقف الدستور. وعن صحة هذه المعلومات قال الصحفي علي حمادي بحديث للجديد: حسب معلوماتنا أن الوزير أزعور لم يطلب هذا الطلب ولم يكلم الوزير جنبلاط بهذا الأمر لسبب واحد وبسيط، المشكلة في لبنان هي عدم عقد الجلسات، فما بالك إذا كان هناك مرشح لديه عدد كبير من الأصوات ربما قد يصل إلى عتبة 65 صوتا من الدورة الأولى، وبالتالي ليس من صالحه أن يطلب هكذا أمر ولن يطلب هكذا أمر. يتزامن ذلك وبيان أصدره أزعور أكد فيه أنه ليس تحديا لأحد، وقال: إنني أريد أن يكون ترشيحي من السادة النواب ملهما للأمل لا سببا للخوف، ومساهمة في الحل وليس عنصرا يضاف إلى عناصر الأزمة والاستعصاء، وإنني إذ أنتمي إلى مدرسة الحوار والتلاقي أنطلق من هنا بيد ممدودة ليشمل الحوار جميع المكونات والقوى السياسية الشريكة في الوطن على قاعدة التلاقي لتحقيق إجماع وطني يحتاجه لبنان أكثر من أي وقت مضى. وعما إذا كان الثنائي سيخوض حوارا مع أزعور، قال النائب قاسم هاشم بحديث للجديد: الحوار اليوم مع من أعلن ترشيحه أو لم يعلن أصبح طبعا موضوع في إطار طرح الأمور المتأخرا، علما أن كان الحوار واجبا قبل إعلان الترشيحات، سواء ترشيح أو دعم ترشيح فريقنا لاسم معين أو الآخرون كيفما كانت تقاطعاتهم وتفاعلاتهم ومصالحهم، لأن الحوار هو الذي يأخذنا إلى القرار الصائب والذي كان من الممكن أن يكون قد وفر على لبنان واللبنانيين تضييع الوقت لمدة ما يقارب 8 أشهر أو هدر الإمكانيات، لأن الحوار كان قد يكون مفيدا طبعا قبل تبني الترشيحات، وهذا أفضل في كل الأحوال. بالمقابل كان حديث لجنبلاط لصحيفة النهار أكد خلاله أنه ضد العزل، مشددا على أن هذا ما يدعو إليه موقف اللقاء الديمقراطي، كما دعا إلى الحوار لتجاوز الخلافات.